السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. قراءة روحانية بضربة الودع لمواليد برج الميزان. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. ننزل في التعليقات نصلي على الحبيب المصطفى بنية الفرد وندعم الفيديو في اللايك فضلا وليس امرا. بسم الله الكاشف، شايفنا اللهم صل على النبي، يعني الامور يعني هتروح في مكانه عالي وقريبا هتشعر بالسعاده عشان يعني الحظ معاك. في تغيرات قادمه والتغيرات دي هتدق بابك، عندك بدايات عاطفيه، وشايف عندك هنا يعني وامور جديده وهتتخلص من علاقات سامه، في عندك خروج ناس من حياتك، الناس دي تعباك مضايقاك، تخلص من الطاقة السلبية اللي عندك. في عندك طاقة سلبية شديدة عاملة لك ضيق، تعب، خنقة، تعب في الظهر والمعدة والعمود الفقري، وأكتر حاجة التفكير السلبي والتعطيل اللي عندك، كل حاجة رح تخلص منه بإذن الله تعالى. شايف الطاقة عندك، طاقة الخير هتتفتح معاك، شايفك انت يعني صبور ومتحمل غلطات الناس اللي حواليك، متحمل كتير، مع انك يعني مع العلم انك بتقدم عطايات كتيرة، عاطي ناس كتير وبتقدم لهم الخير، بتقدم على قد ما تقدر، ما بتحبش تأذي حد، ما بتحبش الشر لحد، بتدي كل الخير للناس ومقدم لهم عطايات كتيرة ومستحملهم. رب العالمين بينصرك، بينصرك رب العالمين على امور معقدة حواليك، وكني شايفك هنا يعني بتحاول الفترة دي تبعد عن اي غلطات ممكن تقع فيه، بتحاول تبعد وهتبعد على قد ما تقدر عن الغلطات دي. شايف عندك هنا طال انتظارك في امور يعني كثيرة حواليك، انت هنا على وشك يعني انتهاء من مرحلة يعني مرهقة، مرحلة متعبة، امنياتك هتبدأ تتحقق، وكأني شايفك هنا هتبدأ تحافظ على اوضاعك في بعض الامور اللي حواليك. شايفك هنا هتتبع يعني طريق حلوة، شايفك هنا مع بعض الاشخاص، لان هنا شايفك هتتعرض لبعض المضايقات، في مضايقات هتضايقك خلال الفترة اللي جاية، شايفك هتخلص من علاقات مرهقة، وهيكون عندك العزيمة انك تتكلم على يعني على ظلمك. شايف النجاح هيكون معاك الفترة اللي جاية، عندك شخص بينفك بينك وما بينه يعني بلوك قريبا، انفك ما بينك وما بينه بلوك، عندك مبلغ مالي او مادي بتحصل عليه، بس هنا شايف عندك هنا شخص مقرب، الشخص ده مقرب يعني مقرب بعيد ما يعني في مكان بس قريب يعني من العيلة او هكذا، الشخص ده يعني مش كويس بيحاول يأذيك بأي طرق. شايفك هنا انت يعني بس انت هنا في مرحلة تغير، بمعنى اشخاص هتخرجهم برا حياتك، وشايف هنا اشخاص برضه هيخرجوك برا حياتهم. انت عندك يعني تعب كتير ومريت بظروف كانت قاسية، ولكن اتحملتها لوحدك، اتحملت كل حاجة لوحدك، الظروف القاسية وكل حاجة اتحملتها لوحدك. شايف هنا في اتفاق، فانت هنا هتتفق مع يعني هتتفق شيء، شايف هنا بدقة، وهيكون فيها شكر، ويعني هتعمل حاجة برضه هيكون فيها شكر، يعني حد هيشكرك، هيشكرك انت. شايفك هنا هتلم يعني هنا، بس هنا شايفك هنا حاول يعني تلم بعض المشاكل، يعني في عندك شوية مشاكل حاول تلم المشاكل دي، بعض المشاكل دي يعني المتعلقة من فترة في حياتك،
عندك يعني عندك عدة نصرات كثيرة، عندك عدة نصرات جيالك من رب العالمين، وكان شايفك هنا عندك شخص، يعني الشخص ده هيتحصر عليك من قلبه، الشخص ده هيتحصر عليك من قلبه بسبب يعني موقف يعني حطك فيه من قبل. شايف عندك يعني عندك هنا ثلاث زعلات، ثلاث زعلات جايين لك. في عندك مكالمة تليفون بتجي لك بتزعلك، ثلاث زعلات أو ثلاث حادات يعني بيزعلوك. أول حاجة مكالمة تليفون، المكالمة دي بتجي لك بتزعلك، أو ممكن يعني تعطيك يعني مكان، يعني شايفك برضو هنا بتعطيك مكان شخص من الأبراج المائية بيتعرض لوعكة، لوعكة صحية، وحواليك أشخاص هنا بتغير منك. يعني شايف هنا اللي حواليك أشخاص بتغير منك، بس مش يعني بتوصل لك غيرتي بطريقة بطريقة مباشرة. شايفك هتاخذ قرار بينك وما بين نفسك بقطع علاقتك بشخص، بس احذر يعني هنا احذر من مجتمع الأصدقاء حواليك عشان حتى يوقعوك في فخ انت بغنى عنه، انت بغنى عنه. شايف هنا شخص هيكون عايز يعني منك، الشخص ده خلي بالك عشان هيكون عايز منك علاقة غير شرعية، خلي بالك يعني. والفلوس اللي جاية لك الفترة دي، يعني الفترة دي اللي جاي بزيادة، ومع العلم هنا عندك دخول محكمة، عندك دخول محكمة بس ربنا بينصرك فيه. بعد اتنين اوقات شايفك هنا بتختلف، شايفك في اختلاف، بتختلف انت وشخص على موضوع يخص الماديات، واحذر الفترة دي من الفتنة، من الفتنة اللي حواليك، احذر الفترة دي من الفتنة اللي حواليك. شايف هنا شخص من الاهل هتتورط معاه، يعني هتتورط معاه في موضوع كبير وهيكون سبب خلاف بينكم. عندك سفر، عندك سفر جاي لك في مناسبة حلوة بتحضرها، بس حاول تبعد عن الإرهاق والزهق اللي جواك، حاول تبعد عن الحياة اللي تعباك، اخرج اطلع من الضيقة اللي انت فيه. شايف حاسس في ناس بتشرط عليك، ما عايزكش تخرج، ما عايزك، ما خطة فروضها عليك، الناس دي مسيطرة عليك كمثل زي عم زي ما بيقولوا، لكن انت عايز تخرج تطلع من الضيقة اللي انت فيها، عايز تفرح، عايز تحاول تنبسط، تطلع تشم هواء، تخرج الخنقة مسيطرة عليك، الطاقة السلبية مسيطرة عليك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا يعني نفسيتك يعني، بس بسبب التعامل الأشخاص معاك بطريقة فيها نوع من يعني الحدية أو الكلام المش كويس، بقول لك هنا احذر من الغيرة، لأن الغيرة هتولد معاك مشاكل خلال الفترات اللي جاية. عندك أشخاص، عندك أشخاص هنا هتتهمك في بعض السلوك، يعني هتتهمك في بعض السلوك اللي هتتعبك، وكأن اتهامهم ليك بالحقد، يعني اتهامهم ليك بالحقد داخلهم، بإذن من رب العالمين هتنتصر على بعض هذا الأشخاص اللي حواليك، نيتهم ليك مش حلوة. الفترة اللي جاية شايفك هتتعامل مع شخص ليه قيمة ومكانته عالية، أو مكان ليه مكانته. الصبر هيكون حليفك، الصبر هيكون حليفك الفترة اللي جاي، عشان في شخص هتتجاهله في كتير مواقف، وده هيولد نوع من الغيرة. شايف الرزق جاي لك، الرزق جاي لك من بعد مسافات، الرزق جاي لك من بعد مسافات قريبة. عندك هنا سفر، يعني السفر ده عن قريب، قلبك هنا بيفرح بخير، شايف قلبك بيفرح بخير على حد مقرب منك.
وعن قريب بتحضر مناسبة أو فرح أو خطوبة عن قريب. في عندك إنسانة، عندك دي يعني إنسانة، هذا يعني احذر مني واحذر، عندها تصرفاتها معاك مش كويسة، احذر من الإنسانة دي، عشان الإنسانة دي يعني مش بتحب لك خالص الخير، حابة تكسرك. هاي الإنسانة عاملة زي العقربة، بتلدع وتختفي، هي دي سحراك، أزياد بالسحر، هو اللي دمر حياتك لفترة، السحر ده اللي تعبك جدا. هي دي الإنسانة دي مش كويسة، شايفة كده؟ بتخسر حد أو حصل ما بينك وما بين الشريك، فممكن تخسره. البعض هنا ممكن يخسر الشريك أو خسر الشريك. شايف طاقتك نفذت، ولكن جواك الأمل مفتوح، وكأنك بتطلب من رب العالمين الهدوء والاستقرار في حياتك. شخص هنا بيفتن عليك بكلام، ولكن الفتنة، فتنة دي هتوصل ليك، ومش هتع يعني مش هتعرف تعمل معاه أو مع أي حد حالي، هتسكت. لكن التغير جاي لك قدام، وأنا شايف إنه يعني خلاص ليالك الطريق الصحيح اللي هتمشي فيه، في كتير أمور هتفرح بيه، في حكم محكمة هيكون بشرة خير ليك أنت. قد ما تعرضت للطعنات، رب العالمين هيقف بجنبك، لأنك تعرضت لطعنات كثيرة، لكن رب العالمين هيقف جنبك ومعاك. شايفك أنت هنا في مرحلة تغير، بمعنى أشخاص يعني هتخردهم عن حياتك خالص، هيطلع بعيد عن حياتك الأشخاص دي. بس أنت شايفك هنا يعني في حالة من الاكتئاب والخنق مسيطر عليك، وكأنك صابر على التغير في عدة أمور في حياتك، وكأنك بتسأل رب العالمين إنه يقف معاك قدام يعني عيون الشماتة، لأن شايفك هنا يعني قافل على نفسك كتير ومنغلق على حالك. بس عندك رزق، بقول لك عندك رزق، عندك تيسر رزق، وعندك بإذن الله خلال الفترة اللي جاية، وعندك أكتر من نصر جاي لك، عندك أكتر يعني من نصر، حدث هتنتصر فيها كتيرة وهتنبسط بيه. في عندك شخص على ما هياخذ منك مصلحته هيطلع برا حياتك، وهيطلع فيك عيوب، هيطلع فيك عيوب الدنيا والآخرة. الشخص هيطلع فيك عيوب الدنيا والآخرة. عندك قضية هتخلصها على خير، شايفنا في انفصال أو حدا ما بينك وما بين شخص، هتتوصل ما بينك، هتوصل ما بينكم بعض بإذن الله، وهترجعوا من جديد للمحادثات ما بينك وما بينه. شاف شخص هنا، وفي هنا مع كل اللي حواليك، وهنا خلي بالك منهم، خلي بالك أكتر حدا من المقربين، المقربين دول خلي بالك منهم أكتر حدا، لأن شافك هنا بتحاول تكون حذر من تكرر يعني غلطاتك، لأن غلطاتك السابقة كانت كتير. وحتى أنا شايفك هنا هتبدأ تتعامل بذكاء مع بعض الأشخاص اللي حواليك، بترتاح. شايف هنا يعني مع شخص هنا في كلام، وهتبدأ تتكلم عن اللي كل اللي جواك، هتبدأ تتكلم عن كل حاجة بدون قلق وبدون خوف، بدون أي قلق وبدون أي خوف، هتفتح ليه قلبك، هتقول له على كل حاجة تعباك أو كل حاجة واقفة معاه، هتفضل تحكي معاه وهتفتح قلبك ليه. الرزق حواليك، والرزق دايلك حلو، هيجيلك وهتنبسط بيه. وانا شايفك هنا يعني الرزق دايلك مليح، ورميت حمولك، قد ما كنت مهموم رام حمولك على رب العالمين، على قد الهموم اللي عندك والتعب وكل حدا عندك، بس رام همومك على رب العالمين، ورب العالمين مش هيخذلك ابدا، رب العالمين دايما هينصرك وهيقف معاك، لان قلبك طيب، قلبك طيب
هنا في شخص نرجسي، الشخص ده نرجسي بيكون يعني مخطئ معاك وفي جميع تصرفاته، وانت مش هتكون يعني هنا عارف تحط معاه النقط على الحروف. شايفك هنا هتبدأ يعني مع شخص بداية جديدة، تبدأ بداية جديدة، شايف هيكون فيها يعني انبساط، في الفرحة في أرض بيتك دي، في يعني أسبوع أو بشر المولود أو خطوبة أو زواج، لأن فرحة في أرض بيتك ولابس فيها وسعيد وفي حد قاعد تنبيه، ممكن تكون زواج إن شاء الله بإذن الله تعالى، لأن شافك مبسوط. بتخلص أوراق هنا عشان تشتري بيت، بتشتري منزل، تشتري بيت، تشتري دكان، في شراء، وهتنتقل منه النقلة من مكان لمكان، هتنتقل فيه، ممكن تشتري بيت بإذن الله تعالى. بدك تشتريه خلاص، قدامك يعني خطوتين، قدامك خطوتين، لان شافك انها تحقق امنيه غاليه، دي امنيه غاليه على قلبك ونفسك تحققها من زمان. شافك انها يعني الامور هتكون معاك مثيره ليك نجاح في انهاء شر واعلان نصر على الحزن. وللمبتعدين هنا، للمبتعدين منتظر عوده، في عوده، في عوده، في دخول هنا البعض منكم مع شخص في علاقة حب، وهذا الشخص يبادلك نفس الشعور، هذا الشخص يبادلك نفس الشعور. في أشخاص هنا في حياتك يعني أنت هتبعد عنهم، في أشخاص حواليك بيحاولوا يمسكوا عليك غلطة وواقفين لك على الوحدة، ولكن أنت منتصر وكيدهم، أنت منتصر وكيدهم. للمنفصلين في رجوع، في رجوع بإذن الله تعالى، وفي فرحة في أرض بيتك. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أحبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإذا في التعليقات يصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وكنت بتعاني من السحر ومن مس ومن تعطيل ومن تابعة، الرقم أمامكم، اللي حاب يتواصل مع المديرة واتس يتواصل إن شاء الله.